بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. روما يستضيف فريق بولونيا في هذا اللقاء. للأمام من موتاريلي وانطلاقة سريعة لفريق بولونيا، تدخل من جانب بانوتشي، حكم اللقاء يأمر باستمرار اللعب، لا وجود الخطأ. هذا هجوم لفريق بولونيا، إمكانية التسديد، تسديدة من خارج منطقة الجزاء. كرة كانت في غاية الخطورة من جانب فريق بولونيا، سددت الكرة من خارج منطقة الجزاء عن طريق هذا اللعب. أمامنا المحاولة وأمامنا التسديدة، كانت من جانب اللاعب رقم 5 هو اللاعب، وكانت في تلك الفترة فترة متواجد فيها المدرب فابيو كابيلو. هذه تسديدة قوية، أنطونيولي يتصدى لتسديدة فرانشيسكو توتي، والكرة بذلك تتحول إلى ركلة ركنية. هذا هو النجم فرانشيسكو توتي. توتي منذ البداية بولونيا على الأرض، سنتابع الإعادة، سنتابع الإعادة، هل كانت العرقلة موجودة؟ روما، سنتابع الحوار الآن بين توتي وأنطونيولي. الآن توتي يتقدم رويدا رويدا، فرانشيسكو يضع الكرة داخل الشباك، تقدم لروما 1-0. فرانشيسكو توتي من علامة الجزاء يسدد بقوة، يحاول أن يقدم كل ما لديه من خلال هذا اللقاء. كرة تلعب قوس راسية خطيرة، بولونيا يسعى التعديل، بولونيا يدرك هدف التعديل بضربة راسية عن طريق اللاعب مارتزينا. النتيجة تتغير. ديروسي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، سلفاتوري الآن يخطئ، وإمكانية التهديف، فرصة تضيع على فانوتشي، كرة سددها بريجي، بريجي سدد كرة لكن كانت بعيدة لتصدم ببانوتشي، بانوتشي اللمسة الأخيرة لم تكن حاسمة. أمامنا الإعادة، متابعة كانت من بانوتشي، بريجي كان يقصد التسديد، وصل في منتصف ملعب ديروسي بلمسة، يمر الكرة وانطلاقة سريعة عن طريق اللاعب مينيزي، مينيزي يكسب مساحة، يسعى المرور، يمر، يراوغ، يعدل متابعة بولونيا، الكرة تبعد في اللحظة الأخيرة، كانت في طريقها نحو نقلات من جانب فريق روما. الكرة تمرر داخل منطقة الجزاء، فرانشيسكو توتي يحاول أن يتخلص من الرقابة، هي الكرة بطريقة جميلة، تسديدة قوية، والحارس أنطونيولي، أنطونيولي في المرصاد، هجوم كان منسق من جانب فريق روما. الكرة لازالت في ملعب ديفايو، ديفايو لمارتزينا، التبادل الكروي، ديفايو، ديفايو يقود هجوم، سدد كرة قوية، والكرة تصدم بالقائم الأيمن، القائم الأيمن، الحارس دوني يحرم هداف الدوري الإيطالي من الهدف رقم 20، ويحرم فريق بولونيا من إنهاء هذا الشوط، الشوط الأول بنتيجة التقدم. بولونيا لولا القائم الأيمن الحارس دوني، كرة داخل منطقة الجزاء تمر من الجميع، الإثارة مستمرة، لكن صافرة الحكم داماتو تعلن عن انتهاء النصف الأول من هذا اللقاء. لقاء روما بولونيا، شوط أول كان مثير، شوط أول كان سريع.